السلام عليكم ورحمة الله. مشكلتنا لما نشيل بعض المعدات زي الأركت، إما إنك توقفه بالشكل ده أو إن أنت تنيمه على جنبه، أو في الغالب إن أنت ممكن تعمل له ثقب وتبيته فيه علشان تقدر تحتفظ بيه. تعال النهاردة بقى نشوف إزاي نعمل الرف المنزلق اللي يحتوي الأركت ومجموعة معدات أخرى. ده كده الرف العادي بتاعنا، هحوله من رف عادي إلى رف منزلق أو رف متحرك. اول حاجة هعملها هشيل الضلفة، بعد كده ابدأ اشيل الرف، والجزء الحامل الرف هبدأ اطوله لنهاية الضلفة. هاخد علام في المنتصف وبميزان المية هبدأ اشد العلام للنهاية. طبعا الكلام ده بيحصل في الاتجاهين. هبدأ اقص الرف بتاعي، وعلى طول الرف هبدأ اقص قطعتين من خشب السويدي. قطعتين الخشب السويدي عرضهم حوالي 5 سنتي، هبدأ نصفهم عشان أركب فيهم المجرة. المجرة دي سوفت كلوز، بطيئة الإغلاق، من شركة الخليل. هبدأ أفك الجزء الرفيع ده، تمام؟ الجزء ده هو اللي هركبه على قطعتين السويدي. في المنتصف بالظبط ببدأ أركب المسامير. وده كده هيكون شكل السكة بعد ما تركب في بعضها. هبدأ أفكها، وبنفس الطريقة أبدأ أركب الجزء العريض اللي هو ده. ركب الجزء العريض في العلبة من الداخل، برضو في المنتصف بالظبط على الخط اللي انا شديته قبل كده. طبعا انت ممكن تسأل ليه انا مركبتش السكة مباشر على العلبة وحطيت قطع 18 مللي اللي انتوا شايفينها دي، لان الارتفاع 18 مللي ده هيضمن لي ان الرف المتحرك مش هيخبط في الضلفة لما افتحها بعد كده. بعد كده هبدأ أعمل ثقوب في الرف علشان أبيت فيها منشار الأركت. أحط الرف وأبدأ أعلم مكان المسامير اللي هتربط الرف بقطعة خشب السويدي. وهثبت قطعة الخشب دي كمقبض لسحب الرف. بعد كده هعمل بعض الحواجز البسيطة لتخزين معدات تانية زي الراوتر. هرسمها على خشب السويدي وأبدأ أقصها وأثبتها على الرف. ثبتهم كلهم مع بعض، ممكن أقصهم باستخدام منشار الشريط أو ممكن تقص قطع قطع بمنشار الأركت. هبدأ أفك الرف، وبعدين هركب في الخلف قطعة خشب عشان تكون كمصد للمعدات، ما تقعش من الرف وانا بحركه، وبعد كده ابدأ اركب الحواجز زي ما هنشوف مع بعض. وده كده هيكون شكل الرف بتاعنا، ودي الحركة بتاعته. تعالوا بقى نرص المعدات ونشوف هيستوعب قد ايه.
الرف زي ما انتم شايفين بيستوعب قدر كبير من المعدات بشكل منظم، وبيسهل عليك عملية الحصول على المعدة بشكل سلس برضه. طبعا ده الفيديو بتاعنا النهاردة، دعواتكم إلى التوفيق، اللهم اجزي خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.